تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنشكرك سي أستاذ بزاف على البرامج اللي كتعطينا، برامج بارك الله فيك، حياك الله. أول حاجة كنطلب الله يرفع علينا هذا الوباء، اللهم أمين يا رب، ونرحم على الناس اللي ماتوا، الله يرحمهم والله يجعل متواهم الجنة يا رب. اللهم أمين يا رب يا كريم. تنشكرك بزاف، ولو نشكر فمي ما نقدرش نعبر لك على البرامج ديالك، كيفاش كتريح النفس، كيفاش كتخلينا كنحسوا بالطمأنينة. أعزك الله، أعزك الله. أمي أمي محبة لك بزاف في البرامج ديالك، ملي كيبدأ خصوص ديال قلوب رحيمة ما كيبغي تبغي لا اتصال لا مكالمة لا حتى شي حاجة في الوقت اللي كيبدأ البرنامج ديالك. لا إله إلا الله. بغيت كدعي لي مع أستاذي الوالدة ديالي مريضة وخوفانا عليها باش تصوم، عندها لي بلاكي مرض في لي بلاكيت. راه دابا أنا كنعيط لك من طنجة وهي أكيد كتسمع لي دابا، تتسمع لك في قنيطرة. بغيت كدعي لي معاها ودعي مع الأخت ديالي اللي مقابلاها ومعتانية بها، أنا بغيت ربي يعلي درجتها يا رحمن يا الله يخليك أستاذي. بغيت كدعي لي مع خالتي، هي كانت مريضة وكانت معسة في الطبيب، وتصور البرامج ديالك كتريحها. قلت لك أنا كنحس كأنني كنهضر مع شي دكتور حدايا قريب لي، ولو أنه راديو حدايا، كنحس بأن كلامه كتريحني، كلامه كتزيدها التفاؤل، كتزيدها واحد قيمة في ما ربي اللي عيجاتك على هذا الكلام ديالك دكتور. بارك الله فيك، الله يرحم لك الوالدين، ونطلب الله يدخل علينا هذا رمضان بالصحة ويرفع علينا ربي هذا الوباء. وبغيت نوجه نداء للناس يحاولوا يستغلوا هذا الحجر الصحي بالقراءة القرآن، وكاين الناس اللي كانت عندهم مشاكل عائلية، والحمد لله أن بهذا الجلسة في الدار تقدت بزاف الأمور. كنلقاو بزاف ديال الآباء ما عارفينش حتى ولادهم فين كانوا، واش من مستوى كيقراو، هذا في ظلم الله. وخا نعياهم نشكروا الله على هذا، راه ماشي مضرة لينا هذا الحجر الصحي يا أستاذ. لا إله إلا الله، إيه أختي إيه. وكان ركبني أستاذي، كان ركبني واحد الخوف، بواحد كيف ما هدرتي عليه دابا، الخوف غير طبيعي، ركبني لدرجة بغى يشدني وسواس أستاذي. الله يحفظك وينجيك يا رب. وأنا المنبع ديالي والدكتور ديالي هو الوالدة ديالي، فاش كنكون تجيني شي حالة ولا عندي شي مشكل كنعيط ليها كنرتاح، وهي تقول يا بنتي حاولي تقرأي القرآن، راه الله كيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفعلا أستاذي قريت القرآن وكنحاول نهي وقتي بالذكر باش ما نخليش ذاك الخوف يسيطر عليا. الله يخليك، بغيت توجه لي دعوة، ودعوة للزوج ديالي والعائلة ديالي ولجميع المرضى، جميع المسلمين أجمعين، ونطلبوا الله يرفع لنا هذا الوباء، ونطلب الله يعلي درجتك، والله يزيدك نور على نور، كتنورنا وكتفقهنا وكتشحال من حاجة كنا جاهلينها ما عارفينهاش. البرامج ديالك الحمد لله ربي اللي عايجازك على أستاذ، وما كرهش النمرة ديالك، الله يرحم لك الوالدين. واخا لله فاطمة، أنا ندوس الستوندار يعطوها لك إن شاء الله، بارك الله فيك. دعي معنا دعاء خالص الجامع الأمة الإسلامية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.